أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أعرب عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة إنابة جلالته لسموه لتتويج فريق المنامة الفائز بكأس جلالة الملك لكرة القدم. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الشبابية والرياضية من قبل جلالة الملك المفدى، الأمر الذي ساهم في تحقيقها للعديد من الإنجازات الرياضية البارزة على مختلف الأصعدة. جاء ذلك بمناسبة المباراة النهائية لكأس جلالة الملك المفدى للموسم الرياضي الجاري بعد فوز المنامة على المحرق بهدفين مقابل هدف واحد. هذا وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فريق نادي المنامة لكرة القدم بمناسبة تحقيقه لقب كأس جلالة الملك لكرة القدم، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي يعد الأول لفريق نادي المنامة في مسيرته الكروية سيشكل دافعا للفريق من أجل بذل المزيد من الجهود لتطوير فرقه الكروية. وبارك سموه الإنجاز المميز الذي حققه فريق نادي المنامة بفوزه بكأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمرة الأولى في تاريخ النادي، مشيدا بجهود لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني وإدارة النادي بمناسبة تحقيق هذا اللقب الذي سيسهم في إثراء مسيرة النادي ويتوج عطاء أسرة النادي طيلة الموسم الكروي. مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها مجلس إدارة نادي المنامة برئاسة السيد زهير كازروني في تهيئة الأجواء المثالية أمام لاعبي الفريق للحصول على اللقب الأغلى في مسابقات كرة القدم. وحيا سموه العطاء السخي للاعبي الفريقين طيلة الفترات، مشيدا بالمستوى الطيب الذي قدمه نجوم الفريقين والذي عكسوا من خلاله الصورة الإيجابية عن مستوى كرة القدم البحرينية، منوها بالروح الرياضية العالية التي خيمت على المباراة من خلال التزام لاعبي الفريقين باللعب النظيف. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالترتيبات الإدارية والتنظيمية المتميزة التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي كان لها أطيب الأثر في إنجاح هذا النهائي. كما أعرب سموه عن تقديره لعطاء فريق نادي المحرق لكرة القدم في المباراة النهائية.